سلمان القضايا المشتركة، وإعلان القاهرة يحدد آليات التعاون المستقبلي بين مصر والسعودية في المجالات كافة. خلال حضوره الاحتفال بتخريج عدد من دفعات الكليات العسكرية، الرئيس يؤكد أن مصر سترى برلمانا جديدا قبل نهاية العام الحالي. وزير الكهرباء يعلن الشرائح الجديدة لأسعار الكهرباء، ويؤكد أنها ستكون محملة على جميع المستهلكين. الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل، مرحبا بكم. تفاصيل الأنباء، أهلا بكم. أكدت مصر والسعودية حرصهما على بذل كافة الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل سويا على حماية الأمن القومي العربي ورفض محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. وفي ختام المباحثات التي جرت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي ووزير الدفاع، صدر بيان تحت عنوان إعلان القاهرة، ذكر أنه تم الاتفاق على تطوير التعاون العسكري والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة وتعزيز الاستثمارات في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والنقل، بما يحقق التكامل الاقتصادي بين البلدين والعمل على جعلهما محورا رئيسيا في حركة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تكثيف التعاون في المجالات السياسية والثقافية والإعلامية. هذا وقد حضر حفل تخرج الكليات العسكرية ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وقام مدير الكلية الحربية بإهداء وزير الدفاع السعودي هدية تذكارية تؤكد قوة الروابط بين الرياض والقاهرة. كما رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا أنها تأتي امتدادا لمواقف المملكة العربية السعودية المشرفة إزاء مصر وشعبها. أكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر والسعودية على تعزيز التعاون فيما بينهما في المجالات كافة بما يخدم مصلحة الأمة العربية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده شكري في القاهرة، عقده مع النظير السعودي عادل الجبير. مشاورات الثنائية ضمت وفدي البلدين وتناولت مجمل العلاقات الثنائية بشكل مسهب ومتكامل، وأيضا تناول التحديات الإقليمية والدولية، وضرورة أكد السيد الرئيس وسمو الأمير على ضرورة أن تكون البلدين متكاتفتين ومتضامنتين لمواجهة هذه التحديات بشكل يؤدي إلى تحقيق مصلحة الأمن القومي لهما وأيضا مصلحة الأمن القومي للأمة العربية والإسلامية. من جانبه أشاد وزير الخارجية السعودي بالعلاقات مع مصر وعمق الروابط التاريخية بينهما. وخلال المؤتمر الصحفي شدد الجبير على اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين على تطوير هذه العلاقات لأفق أوسع، وما نتج عنه وضع أسس للرؤية التي طرحها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في وضع آلية لنقل العلاقات المصرية السعودية بشكل نوعي إلى أفق جديدة واستراتيجية، وتم وضع أسس للعمل لتكثيف العمل في مجال الاستثمارات بين البلدين، في مجال الطاقة ومد الكهرباء بين البلدين، في مجال تعيين الحدود البحرية بين البلدين، في مجال تكثيف التنسيق والتشاور السياسي والأمني والثقافي بين البلدين، وفي مجال تكثيف التعاون العسكري بين البلدين، بما في ذلك العمل على تحقيق أو إنشاء القيادة العربية المشتركة الذي تبنتها القمة العربية الأخيرة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة السفير رخاء أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، بعد التحية
قراءة حضرتك لزيارة ولي العهد السعودي اليوم وحضوره أيضا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخرج الكليات العسكرية اليوم؟ ذكر وزيري الخارجية المصري والسعودي بيؤكد عمق العلاقات السياسية بين البلدين، وإن في ما يشاع عن إن وجود خلافات ده شيء يعني بعيد عن الحقيقة، وإن التعاون العسكري بالذات في هذه المرحلة اللي فيها مواجهة الإرهاب وداعش وأيضا مواجهة بعض الاضطرابات في بعض الدول العربية، ده يتطلب مزيد من التعاون. وأيضا ولي العهد باعتبار وزير الدفاع في نفس الوقت، فده كان من المهم أنه هو يشارك في مناسبة عسكرية من المناسبات العسكرية السنوية المهمة في مصر. أيضا هناك تحديات كبيرة جدا بتواجه الأمة العربية وتحتاج إلى تنسيق بين الدولتين الكبيرتين الشقيقتين السعودية ومصر. أولها الموقف في سوريا، لأن بدأ يتطور تطور جديد بأن تركيا بدأت تضرب بعض العناصر في الأراضي السورية بدعوى أنها بتقاوم داعش، بينما هي بتضرب الأكراد السوريين لخلق ما يسمى ممر آمن. فده محتاج لتضافر الجهود المصرية والسعودية للضغط على تركيا، لأن السعودية لها علاقات يعني قوية مع تركيا، فتستطيع أن هي يعني تضغط عليها حتى لا تقسم سوريا، لأن احنا ضد تقسيم سوريا. نعم سيادة السفير، زيارة ولي العهد وهو أيضا وزير الدفاع وعلاقتها بإنشاء القوة العربية المشتركة، لا شك أن ده موضوع مهم للغاية، لأن المبدأ الأساسي اللي بتقوم عليه القوى العربية المشتركة أنها تكون بناء على طلب من الحكومة الشرعية القائمة في الدولة. فده في الحقيقة بيضع معيار مهم جدا حتى لا تكون قوة دولية تخيف بعض الدول، لأن هناك بعض الدول بتعارض، وبصراحة زي الجزائر بتعارض القوة العربية المشتركة. بتقول ان لا ودي هتتدخل على اي اساس، احنا بنقول التدخل هيكون على اساس طلب الحكومة الشرعية كما حدث في اليمن. ولكن يكون له ضوابط. هنا الاتفاق مع مصر والسعودية ثم بقية دول الخليج هيكون مهم جدا في تأسيس هذه القوة، سواء من حيث الافراد او التمويل او التسليح او الضوابط التي ستحكم مهامها بالنسبة ل ضمان الأمن العربي، لأن احنا حاليا بنواجه تحديات إقليمية وتحديات دولية على ضوء ان متوقع ان إيران في المرحلة القادمة على ضوء ان الاتفاق النووي مع القوى العظمى وبداية رفع العقوبات الاقتصادية عنها تدريجيا انها سيكون لديها قوة انطلاق اكبر. نعم فهنا قوة الانطلاق يبقى بالتعاون يا بالتنافس، فهنا دول الخليج والشقيقة السعودية هي يعني لها دور قيادي في مجلس التعاون الخليجي. نعم سيادة السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، أشكر سيادتك على هذه المداخلة ومعذرة لضيق الوقت. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر سترى برلمانا جديدا قبل نهاية العام الحالي لتؤكد عزمها على مواصلة تحقيق قيم الديمقراطية والحرية والمساواة والعدل للجميع. جاء ذلك خلال حضور الرئيس السيسي الاحتفال بتخريج عدد من دفعات الكليات العسكرية، حيث أكد أيضا أن الدولة تسعى لتحقيق التنمية الشاملة بشكل عادل ومتوازن. الإخوة المواطنون، إننا نسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة بشكل عادل ومتوازن، ونعمل بكل جهد دؤوب للتحرك على كافة المسارات، وسيكون لمصر بإذن الله برلمانها الجديد قبل نهاية العام الجاري لنؤكد عزمنا على مواصلة طريق بدأناه معا وسنكمله معا لتحقيق قيم الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة والحق والخير للجميع. أكد الرئيس السيسي أن المرحلة القادمة ستشهد تدشين وتنفيذ مشروعات وطنية جديدة تساهم في تحقيق عملية التنمية الشاملة المنشودة وتوفر فرصا للعمل.
وأشار السيسي إلى أنه سيتم إطلاق مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس ليساهم في تطوير مدن القناة وسيناء. سيتم إطلاق مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس ليساهم في تطوير مدن القناة وسيناء وفي تعظيم الاستفادة من المواني المصرية ومواقعها المتميزة على البحرين المتوسط والأحمر، وذلك جنبا إلى جنب مع مشروعات وطنية أخرى تشمل توسيع الشبكة القومية للطرق ومشروع استصلاح المليون فدان وإنشاء مدن جديدة وتحديث وتطوير المواني والنقل البحري وإنشاء مطارات دولية جديدة ومراكز سياحية ومجمعات للصناعات التعدينية واستكمال مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج الكهرباء ومعالجة الصرف الصحي وإنشاء مناطق لتدوير المخلفات وغيرها من المشروعات التي سوف تساهم في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري. وفيما يخص الأمن القومي العربي، أوضح الرئيس السيسي أن مصر والسعودية تمثلان جناح الأمن القومي العربي. وشدد الرئيس السيسي على أن البلدين سوف تكونان دوما معا في مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه المنطقة العربية. مصر والسعودية هم جناح الأمن القومي العربي، ومعا نستطيع أن نجابه هذه التحديات. وعشان كده بقول مرة تانية، دي رسالة قوية واضحة لينا كلنا مش بس في مصر وفي السعودية، لا كمان لدول الخليج والدول العربية. إن شاء الله لن ترونا إلا معا. هذا وقد أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص تهنئته لأسر خريجي الدفعات العسكرية الجديدة، وشدد على أن الدولة لن تتخلى عن أسر الشهداء. الرئيس ثمن أيضا التضحيات التي قدمها الشهداء من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن. إننا سنظل دوما نذكرهم ولن ننسى تضحياتهم ولن نتخلى عن ذويهم وأسرهم، وسنعمل دوما معا لنقول لأرواحهم التي بذلوها من أجل حياة الوطن وأبنائه إنها لم تذهب هباء. وتضمن الاحتفال بتخريج الدفعات العسكرية عرضا لنماذج من الأسلحة والمركبات والمعدات والأجهزة التخصصية المستخدمة في إعداد وتأهيل الطلبة. وقد شاركت وحدات من قوات المظلات والصاعقة في حفل تخرج الدفعات العسكرية، كما شارك للمرة الأولى في الحفل عدد من طلبة كليات الشرطة إلى جانب أفراد القوات المسلحة. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مراسم الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الكلية الحربية والفنية العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة والمعهد الفني للتمريض إناث، والتي ضمت العديد من الوافدين من دول ليبيا وفلسطين والصومال والكويت وجنوب السودان ومملكة البحرين. بدأت مراسم الاحتفال بعرض المهارات الرياضية والتعليمية لطلبة الكلية الحربية، حيث قدمت مجموعات من الطلبة عددا من تمرينات اللياقة البدنية تضمنت التمارين التكوينية ورياضات الدراجات الهوائية والكاراتيه والفروسية والسباحة، عكست مدى ما اكتسبه الطلبة من مهارات رياضية وبدنية وقوة تحمل عالية. وتضمن الاحتفال عرضا للأجنحة التخصصية بالكلية الحربية، تضمن مرورا لنماذج من الأسلحة والمركبات والمعدات والأجهزة التخصصية المستخدمة في إعداد وتأهيل الطلبة داخل الكلية في مختلف التخصصات. وقدمت عناصر من الكلية الفنية العسكرية والمعهد الفني عرضا للنشاط الهندسي ومقلدات التدريب تضمن مجموعة متميزة من مشروعات التخرج والمبتكرات التي نفذها الخريجون على مدار العام. واستعرض قائد الدراجات الآلية العديد من المهارات الفردية والجماعية واجتياز الموانع الثابتة والمتحركة، تميزت بالسرعة والخطورة المحسوبة والمهارة الفائقة في التحكم والسيطرة في معداتهم. واستعرضت عناصر الصاعقة المهارات البدنية والعضلية في أداء عدد من التمارين الرياضية شديدة الصعوبة وفنون الاشتباك والدفاع عن النفس. والقتال المتلاحم باستخدام السلاح وبدونه ومهارات الاشتباك الحر والسيطرة على العناصر الإرهابية المعادية
والتعامل مع أكثر من خصم في وقت واحد. وظهر في سماء العرض مقاتلو المظلات الذين قدموا العديد من المهارات الخاصة باستخدام المعدة دلتا، ونفذوا عددا من التشكيلات والتقاطعات في دقة ومهارة متميزة. وقامت مجموعات أخرى بالقفز الحر من ارتفاع 15,000 قدم وتنفيذ مهارات السباحة الجوية وعمل التشابكات المتنوعة. كما قدمت الموسيقات العسكرية عرضا فنيا وموسيقيا لمجموعة من المعزوفات الموسيقية والأغاني الوطنية، واختتمت العروض بطابور العرض العسكري والذي شاركت فيه مجموعات من طلبة الكلية الحربية والخريجون من الكليات والمعاهد العسكرية ومجموعة رمزية من طلبة كلية الشرطة في أداء متميز وانضباط عسكري راق يتقدمهم قائد طابور العرض وحملة الأعلام. وقام كبير معلمي الكلية الحربية بإعلان نتيجة الخريجين الجدد، ثم جرت مراسم تسليم وتسلم القيادة إلى الدفعات الجديدة. وقام اللواء أركان حرب خيرت بركات مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة بإعلان قرار تعيين الخريجين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقليد أوائل الخريجين المصريين والوافدين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية، تقديرا لتفوقهم وتفانيهم في أدائهم لمهامهم خلال مدة دراستهم. وألقى اللواء أركان حرب عصمة عبد العزيز مراد مدير الكلية الحربية كلمة أكد فيها أن خريج الدفعات الجديدة يمثلون دعما قويا للقوات المسلحة في كافة التخصصات بما اكتسبوه من علوم ومعارف وخبرات متراكمة تعينهم على أداء مهامهم المستقبلية في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته. وأكد الرئيس السيسي أن الشباب هم سواعد مصر الفتية التي تستند على قدرتهم وعزيمتهم القوية وحسهم الوطني النقي في الانطلاق إلى آفاق المستقبل، مقدما التهنئة للخريجين وأسرهم على نيل شرف الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة واستكمال مسيرتها التاريخية والوطنية في بناء مصر وحماية أمنها القومي. أهلا بكم من جديد. أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر أعلن أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء، وذلك بعد تثبيت الأسعار الثلاث الأولى، مشيرا إلى أنه تم تحميلها على جميع المستهلكين بدلا من فئة بعينها. وأوضح شاكر أن أسعار الشرائح الثلاث الأولى للاستهلاك المنزلي ستظل كما هي، في حين تبدأ الشريحة الرابعة للاستهلاك من 201 إلى 350 كيلو وات، وستكون بسعر 30 قرشا ونصف للكيلو وات، وأكثر من 1000 كيلو وات بسعر 84 قرشا للكيلو. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء الشرائح الثلاث الأولى من المستهلكين من الزيادة السنوية المقررة لأسعار الكهرباء لهذا العام، أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال مؤتمر صحفي أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عكف في الفترة الماضية على إجراء دراسات بشأن عدم زيادة أسعار الكهرباء للمستهلكين حتى 200 كيلو وات في إطار إعادة هيكلة أسعار الكهرباء تتناسب مع بنحافظ على محدود الدخل، ما غيرناهمش على سلفة إطلاق، حطينا نوع من الكروس سبسيديز، يعني هي من الدعم المتبادل إن القادر بيدفع شوية أكتر لكن عشان يقدر يدعم اللي هو محدود الدخل. ان قعدنا نتكلم على معدلات اللي هي الدعم مقدار قد ايه، احنا لقينا اللي يمكن لغايه تقريبا 1100 كيلو وات ساعه في الشهر لازال بياخد دعم بسيط، لكن الحاجات اللي قبل كده كان الدعم فيها مره ونص قد الفاتوره، مره و3 من 10 قد الفاتوره وهكذا.
من ناحية أخرى، أوضح الوزير أنه تم عمل قانون الكهرباء الجديد الذي ينظم عمل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وسوق الكهرباء، ويفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار لتوفير سوق موازن حر للمصانع الكبيرة والمستثمرين. قانون الكهرباء تم اعتماده، تم توقيعه من السيد رئيس الجمهورية، وده قانون مهم جدا لأنه بيفتح مجالات عمل جيدة جدا أمام الاستثمار في مجال إنتاج الطاقة الكهربية. الموضوع ده موضوع كبير مش صغير. الوزير أكد أيضا أن التشريعات الجديدة التي شهدها قطاع الكهرباء أصلحت التشوهات التي أعاقت القطاع لسنوات طويلة وأغرقته في الديون بسبب الدعم المطلق على مدار عقود طويلة. إجراءات عاجلة لرفع كفاءة قطاع الكهرباء في مصر وتيسير الخدمة على المواطنين وفتح آفاق جديدة للاستثمارات، إجراءات تبشر بمستقبل أكثر إشراقا لوضع حلول جذرية للعديد من المشكلات التي يعاني منها المواطن المصري في هذا القطاع بما يتماشى مع آماله وتطلعاته. من مقر وزارة الكهرباء، أمل صبري، النيل. لمزيد من المتابعة والتوضيح ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد اليماني المتحدث باسم وزارة الكهرباء. دكتور محمد، بعد تحية في المؤتمر الصحفي اليوم لسيادة الوزير شدد على حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، ولكن ربما هناك شكاوى من انقطاع التيار الكهربائي خاصة اليوم في الفيوم على وجه الخصوص، هل لك أن تطلعنا على الموقف حتى هذه اللحظات في الفيوم تحديدا؟ اولا تحياتي لحضراتكم الكرام. الحقيقه زي ما ورد في مقدمه التقرير انه بالفعل السيد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجدده نظم اليوم وعقد يعني تحدث في مؤتمر صحفي في مقر الوزاره الموضوعات المتعلقه بتطوير الخدمات في قطاع الكهرباء وكيفيه النهوض به. اجاوب بسرعه على ما يتعلق بالانقطاع اللي حصل اليوم في الساعه 9:30 تقريبا صباحا، انه حصل عطل على خط شرق الكريمات جهد 220 كيلو فولت عند البرج 137 نتيجه ل يعني انفصال او فك بما يسمى بقطعه اسمها البرايزل التوصيل لخط التوصيل بدايه والنهايه على هذا خط نقل الكهرباء. الحقيقه بدا اعاده توصيل الكهرباء من 10:15، يعني بتكلم من 9:30 و5 تقريبا بدايه الانقطاعات الى يعني 10:15 بدانا في عمليات اعاده التوصيل. الانقطاعات شملت محافظات الفيوم، في بعض المناطق محافظات الفيوم والمنيا وبني سويف. الحمد لله لغايه يمكن الساعه 11:30 أو 12 كان تم اعاده توصيل التيار الكهربي الى كافه الانحاء. نعود مره اخرى مع حضراتكم الى المؤتمر الصحفي وما نعم وتحديدا يعني نعم. ارجو ان توضح لنا دكتور محمد نعم. يعني اهم وابرز الشرائح التي سيطبق عليها زياده اسعار الكهرباء وماذا عن محدودي الدخل في هذه الزيادات؟ هو لا شك انه بنأكد برضه زي ما اكد السيد الوزير انه دعم الدوله مستمر للشرائح الادنى استهلاك، وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بهذا الخصوص انه ثلاث شرائح الاولى يبقى حتى 200 كيلو وات ساعه يبقى سعرها كما هي دون اي تغيير. نتكلم عن الشريحه الاولى بتبدا، حضرتك عارفه ان الشرائح المنزليه مقسمه الى 7 شرائح، الشريحه الاولى من 0 إلى 50 كيلو وات ساعه تبقى كما هي 7.5 قروش، هنتكلم عن تكلفة الكيلو وات ساعة أكثر يمكن من 60 قرش على الدولة، لكن 7.5 قروش برضو مستمرة كما هي دون أي زيادات أو تغيير، معنى كده الدولة بتحمل الجزء الأكبر من الفاتورة. الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ساعة دي هتبقى برضو سعرها 14.5 قروش الكيلو وات ساعة، والشريحة الثالثة حتى 200 كيلو وات ساعة ب16 قرش. الشرائح الأخرى برضو زي ما استعرض وذكر السيد الوزير في مؤتمر الصحفي، الشريحة اللي هي الرابعة بقى من 201 إلى 350 دي سعرها 30.5 قروش، من 351 إلى 650 ب40.5 قروش، وهكذا كل الشرائح موجودة ونشرت اليوم وسلمت إلى كل زملائنا ممثلي كل وسائل الإعلام موجودة على مواقعنا على الإنترنت. أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد اليماني المتحدث باسم وزارة الكهرباء، شكرا جزيلا لك على هذا الإيضاح. استقبل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وفدا من الغرفة الدولية للنقل البحري برئاسة بيتر هينشليف سكرتير الغرفة. حضر اللقاء وزير النقل المهندس هاني ضاحي.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء حسام القاويش أن رئيس الوزراء شدد خلال اللقاء على أن افتتاح قناة السويس الجديدة سيؤكد للعالم أن مصر مستقرة وأنها بموقعها الجغرافي المميز قادرة على جذب العديد من المشروعات. ومن جانبهم أكد وفد الغرفة الدولية أن مصر تمضي على الطريق الصحيح بقوة وبسرعة فاقت كل التوقعات، مؤكدين أن مشروع القناة سيكون له تأثير إيجابي مهم على حركة النقل البحري والتجارة الدولية. قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس إن حفر قناة السويس الجديدة شهد تنفيذ أكبر عملية تكريك في التاريخ، مشيرا إلى أن عملية التكريك كانت صعبة للغاية لعدة أسباب أهمها توفير اللوجستيات والوقود. وقال مميش إنه على الرغم من صعوبة عملية التكريك في ذلك المدى الزمني القصير إلا أننا نجحنا بسبب توافر التخطيط والمتابعة والإدارة والتنفيذ الذي ساهم في تحقيق ذلك الإنجاز الذي يثبت قدرة المصريين على صناعة المعجزات. وأضاف مميش أنه للمرة الأولى في التاريخ يتم استخدام نحو 45 كراكة أي ما يعادل حوالي 75% من حجم الكراكات في العالم، بالإضافة إلى 84 شركة مصرية شاركت في عملية الحفر الجاف، وذلك بالتعاون مع 3 كتائب وكتيبتي ألغام. قالت الرئاسة الفرنسية إن الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة يعد تكريسا لنجاح هذا المشروع الكبير الذي سيضاعف مرتين القدرة الاستيعابية للقناة ويدفع بمشروعات التنمية. جاء ذلك في بيان أصدرته الرئاسة الفرنسية للإعلان رسميا عن زيارة الرئيس فرانسوا أولاند لمصر يوم 6 أغسطس لحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة كضيف شرف، وذلك تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشارت الرئاسة في بيان لها إلى أن زيارة الرئيس أولاند لمصر ستكون مناسبة لبحث القضايا محل الاهتمام المشترك على الصعيد الثنائي والإقليمي خلال اللقاء برئيس عبد الفتاح السيسي. أمر المستشار علي عمران النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام بإحالة محمد عبد العزيز شرف وستة متهمين آخرين في أحد أكبر قضايا توظيف الأموال في مصر والمعروفة بقضية شركة كابيتال إنكوربريشن مصر إلى محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية. كانت تحقيقات نيابة قد كشفت أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها في مجال المضاربة في البورصات العالمية الفاركس والاستثمار العقاري مقابل فائدة شهرية. قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس فتح باب التقدم بطلبات متابعة الانتخابات البرلمانية والتغطية الإعلامية لها لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية اعتبارا من الأول وحتى 20 أغسطس المقبل في مقر اللجنة بمصر الجديدة. وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة إن هذا الإجراء يأتي في إطار الإعداد لإجراء انتخابات مجلس النواب، وأضاف أنه عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن المنظمات ووسائل الإعلام التي تم قبولها يسجل المقبولون أنفسهم خلال الفترة من 21 إلى 25 أغسطس القادم، ويتم تسليم التصريح إلى مندوب المنظمات ووسائل الإعلام المقبولة من مقر اللجنة العليا خلال الفترة من 26 إلى 30 أغسطس. بانوراما النيل مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. خلال لقائه والشيخ العربي يتسلم مقترحات من بان كي مون تتضمن إنهاء الأزمة في اليمن.
ونتحول الآن مشاهدينا لمتابعة أبرز أخبار المال والأعمال. أخبار الاقتصاد مع الزميل الأمير داود. إليك أمير. شكرا لك يا أمل. شكرا غادة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في وقفتنا الاقتصادية وأبرز ما نتابع فيها. البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الرابعة دون تغيير عند مستوى 8.75% للإيداع و 9.75% للإقراض. أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، وثبتت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 8.75% و 9.75% على التوالي، كما قررت الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 9.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.25%. أعلن وزير الاستثمار أشرف سلمان أن الحكومة قررت إنشاء هيئة خاصة بمحور قناة السويس تسهيلا على المستثمرين، مؤكدا أن هناك خريطة عامة واضحة للمشروعات الخاصة بمحور قناة السويس. وأوضح سلمان أن تلك الهيئة ستكون لها ولاية على أرض مشروعات القناة علاوة على الأوراق الخاصة بها. وقال وزير الاستثمار أنه من المقرر أن يبدأ عمل الهيئة في 7 أغسطس المقبل، وسيتبقى فقط القرار الجمهوري الخاص بترسيم حدود المنطقة التي ستتم بها المشروعات. وصلت البورصة المصرية من صعودها القياسي لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس في نهاية تداولات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، وسط تفاؤل بقرب افتتاح قناة السويس الجديدة والتوقعات بالإعلان عن طرح مشروعات تنمية محور القناة خلال الافتتاح، والتي تقدر استثماراتها الأولية بأكثر من 100 مليار دولار. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 3 مليارات و200 مليون جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 821 مليون و600 ألف جنيه. وفي منطقة الخليج العربي تباينت أسواق الأسهم الخليجية اليوم، حيث أبطلت نتائج أعمال شركات جاءت مخيبة للآمال، أبطأت بصفة خاصة في قطاع الاتصالات التأثير الإيجابي لتحسن المعنويات العالمية. وجاءت بورصة أبو ظبي في مقدمة الأسواق الرابحة بعد صعودها بنسبة 25%. دعا رئيس الوزراء اليوناني أليكس تسيبراس حزب سيريزا الحاكم إلى إجراء استفتاء بين أعضاء الحزب يوم الأحد المقبل حول اتفاق الحكومة اليونانية الأخير مع الدائنين الأوروبيين للحصول على حزمة إنقاذ ثالثة. وقال تسيبراس في كلمته أمام اللجنة المركزية للحزب أن الحكومة أقدمت على خيارات صعبة من أجل تجنيب البلاد لشبح الإفلاس، وشن رئيس الوزراء اليوناني هجوما لازعا على أنصار فكرة خروج اليونان من منطقة اليورو في الحزب، والذين يقدر عددهم بما لا يقل عن 40% من أعضاء اللجنة المركزية بسبب ما وصفه بتجاهلهم لمأساة الوضع المالي في البلاد. تسارع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية في الربع الثاني من العام، حيث طغت الزيادة في إنفاق المستهلكين على تراجع إنفاق الشركات على المعدات، وهو ما يشير إلى قوة دفع مضطردة تدفع البنك الاحتياطي المركزي الأمريكي ليقترب من رفع أسعار الفائدة. وقالت وزارة التجارة الأمريكية أن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة قد نما بنسبة 2.3% على أساس سنوي، ووصف المركزي الاقتصاد بأنه ينمو بخطى معتدلة، بينما تحسنت نظرته لسوق العمل، وقال أن قطاع الإسكان أظهر مزيدا من التحسن. ما زلنا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة خلال الأسبوع الماضي، لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها
في مؤشر على تحسن سوق العمل. وقالت وزارة العمل الأمريكية أن الطلبات الجديدة قد ارتفعت بنسبة 12 ألف طلب إلى مستوى بلغ نحو 267 ألفا للأسبوع المنتهي في 25 من شهر يوليو، ولم يشهد عدد طلبات الأسبوع السابق أي تعديل ليظل عند مستوى 255 ألف طلب، وهو أقل مستوى منذ عام 1973. ختام أخبار الاقتصاد وعودة من جديد إلى الزملاء أمل نعمان وغدا فاروق واستكمال البرنامج. تفضلي تفضلي يا أمير. مشاهدينا إليكم تذكرة بأهم عناوين الأخبار. السيسي يبحث مع ابن سلمان القضايا المشتركة، وإعلان القاهرة يحدد آليات التعاون المستقبلي بين مصر والسعودية في المجالات كافة. خلال حضوره الاحتفال بتخريج عدد من دفعات الكليات العسكرية، الرئيس يؤكد أن مصر سترى برلمانا جديدا قبل نهاية العام. وزير الكهرباء يعلن الشرائح الجديدة لأسعار الكهرباء، ويؤكد أنها ستكون محملة على جميع المستهلكين. أهلا بكم من جديد. تسلم الأمين العام لجامعة الدول العربية سيد نبيل العربي رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، نقلها مبعوثه الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وتضمنت الرسالة عددا من الأفكار والمقترحات لإيجاد مخرج للأزمة الحالية في اليمن بحثا عن حل سياسي لها. وخلال اللقاء الذي جرى في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، بحث الجانبان مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود المبذولة لإيجاد مخرج للوضع المأساوي في اليمن، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية. يأتي هذا اللقاء بعد فشل الهدنة الإنسانية التي دعا إليها الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي وخرقها الحوثيون. أعلنت المقاومة الشعبية في عدن أنها حررت 3 مناطق جديدة شمال المدينة من ميليشيات الحوثيين بصورة كاملة، مضيفة أن عناصرها تطارد مسلحي الميليشيات الذين انسحبوا من محافظة لحج. في الوقت نفسه أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن انفجار سيارة ملغومة بصنعاء أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الطيران الحربي السوري نفذ أكثر من 160 غارة على سهل الغاب في محافظة حماة ومناطق بريف إدلب. تأتي الغارات ردا على هجوم لفصائل من المعارضة على القوات السورية في المنطقة التي تمثل أحد أبرز خطوط الدفاع في محافظة اللاذقية، معقل الرئيس السوري بشار الأسد. دعا المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دو مزيتار الأطراف المتناحرة في سوريا للمشاركة في مجموعة عمل مشتركة تبحث قضايا المعتقلين والأمن وتوفير الخدمة الطبية للمدنيين، معربا عن أمله في أن تمهد هذه الخطوة الطريق أمام إجراء محادثات سلام شاملة. من جهته أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن الأمل بأن تبدأ هذه الجهود الجديدة لوضع حد للنزاع السوري في أقرب وقت. لقي 20 إرهابيا من تنظيم داعش مصرعهم خلال غارات نفذها الطيران العراقي استهدفت مواقع للتنظيم شمال وغرب العراق. كذلك قصف الطيران العراقي مقرا لداعش بقرية تابعة لقضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك، وهو ما أسفر عن مقتل وإصابة 26 من عناصر التنظيم. أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس في كلمته خلال الذكرى 16 لتوليه الحكم، أكد حرصه على تلبية مطالب الشعب والعمل على النهوض بالبلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. ويتوجه ملك المغرب بالشكر لكل قوى الأمة للوقوف إلى جانبه في الجهود والمجهود الجماعي من أجل خدمة المواطن وتعزيز مكانة البلاد.
أعلن الجيش التركي مقتل 3 من جنوده جراء قيام عناصر من حزب العمال الكردستاني بفتح نيران على قافلة عسكرية قرب الحدود السورية جنوب شرق البلاد. من جهته قال زعيم حزب الشعوب الديمقراطية المؤيد للأكراد صلاح الدين دمرداش، قال إن الهدف الأساسي من العملية العسكرية التركية الأخيرة في شمال سوريا هو منع وحدة أراضي الأكراد في سوريا وليس محاربة تنظيم داعش الإرهابي. أطلقت مبادرة لتعليم اللاجئين السوريين كيفية العزف على الآلات الموسيقية في مركز سردم للشباب شمالي العراق من أجل التخفيف من صدمة الفرار من بيوتهم والصعوبات التي تواجههم يومياً. أعلنت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين أن عدد اللاجئين السوريين في دول الجوار قد تجاوز 4 ملايين لاجئ. ظروف مروعة يعاني منها اللاجئون السوريون الذين غادروا بلادهم بعد تدهور الأوضاع في المنطقة. ففي مخيم دوميس بشمال العراق يجد اللاجئون السوريون ملاذا في عزف الموسيقى من أجل التخفيف من صدمة الفرار من بيوتهم والصعوبات التي تواجههم يوميا. لذلك أطلقت مبادرة لتعليم اللاجئين السوريين كيفية العزف على الآلات الموسيقية في مركز سردم للشباب، وهو مركز أنشأه شبان عراقيون وسوريون ويدعمه صندوق الأمم المتحدة للسكان. الهدف من هذه المبادرة هو تحسين حياة اللاجئين السوريين. نفتح دورة نوطة لحتى ندرب العالم على أساسيات النوطة وأساسيات الموسيقى، ويعني ندربهم على الأقل شيء إنه من جو يفوتوا لجو تاني، حتى هون نغير لون جو ونشوي، يعني قديش ما فينا إنه نعطي اللي بدنا إياه أو نحقق لهم حلمهم. كمان في عنا كتير مواهب يعني بإيدهم بس ما بيقدروا، إنه ما في دافع عندهم. شلون نحن هون عم ندعمهم كدعم عاطفي، كدعم جسدي، كدعم معنوي، لحتى إنه نوصلهم لحلهم أو نوصلهم للمرتبة اللي هن بدنيا. وتستمر كل دورة في المركز لمدة 2 أسبوع بحضور ما بين 20 إلى 25 طالب في كل منها. لأنه بحب الموسيقى إيش بدي مارس هذا الشيء عشان أوصل للشيء اللي بدي إياه، وشوي شوي إن شاء الله رح أوصل للشيء اللي بدي إياه. وفادتني دورة الموسيقى كتير، طلعت من حالة التشاؤم اللي أنا فيها وغيرت لي جو، يعني أحسن من قعدة البيت. الحمد لله أنه وصلت لهذا الشيء، والحمد لله انه في هيك شغلات هون طلعنا من الحالات اللي نحن فيهم، والحمد لله على كل شيء. وحبيت ادخل دورة الموسيقى كتير لانه من صغري كنت اتمنى ان اعزف على الجيتار. مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين أعلنت أن عدد اللاجئين السوريين في دول الجوار قد تجاوز 4 ملايين لاجئ فروا إلى كل من لبنان والأردن والعراق ومصر وتركيا. نهاية بانوراما النيل، وإليكم تذكرة بأهم العناوين. السيسي يبحث مع ابن سلمان القضايا المشتركة، وإعلان القاهرة يحدد آليات التعاون المستقبلي بين مصر والسعودية في المجالات كافة. خلال حضوره الاحتفال بتخريج عدد من دفعة الكليات العسكرية، الرئيس يؤكد أن مصر سترى برلمانا جديدا قبل نهاية العام الحالي. وزير الكهرباء يعلن الشرائح الجديدة لأسعار الكهرباء ويؤكد أنها ستكون محملة على جميع المستهلكين. نهاية النشرة، شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.